وربي فضلنا الكلنا مع بعضنا، احنا بلاش رجال حتى شيء. انا في عيد المرأة نقول للمرأة التونسية ان شاء الله ربي يوفقك. وحدها المرأة التونسية وحدها. المرأة شكون هي؟ ما هي امي ومرتي وبنتي. خاطر المرأة الموجود، المرأة لهنا اليوم بفضل الراجل، هو اللي سايبها، هو اللي جابها، هو اللي مشيرها وحباها. جملة واحدة، كل عام ونحن ناجحات صامدات. المرأة راهي مناضلة وراهي أمنا. الله ربي فضلكم دينا، منهم بابا منهم خويا منهم راجلي. كل عام وإحنا المرأة التونسية العزيزة الغالية حية بألف ألف ألف خير، ومحلينا ومحلينا ومحلينا، وربي فضلنا الكلنا مع بعضنا، إحنا بلاش رجال حتى شيء، ما مرا والراجل كلنا مكملين بعضنا، رايدين عاقلين شادين رويحنا، إما ما احنا قويين وباهين ومحلينا ومتألقين. كل عام والمرأة التونسية حية بخير، وإن شاء الله نسي تونسي الكل بألف خير. إن شاء الله كل مرأة تونسية حية بخير. المرأة التونسية وحدها وحدها، المرأة التونسية وحدها في جميع ال وين تحطها تتحط. اليوم ما تراش المرأة التونسية غلبت الرجل التونسي؟ بيان سيغ. ماش عندنا حل معاكم؟ نو مش عندي. انتوما ديما تيجا على روسنا كيما نقولوا فيها رجال ولادنا وبيتنا واخواتنا، ديما معناها نعزوهم ونحبوهم وديما تيجا فوق روسنا. اما المرأة التونسية اللي عملته المرأة التونسية حتى مرأة ما عملته. انا في عيد المرأة نقول للمرأة التونسية ان شاء الله ربي يوفقك، ومن المزيد من التركيز ومن الطموح، وهذه هي المرأة التونسية. عدنا أمياتنا وأخواتنا ونسانا، وربي يطول لهم في عمارهم وربي يحميهم. حب نقول إن شاء الله كل عيد ونحن بخير، وإن شاء الله ربي يفضلنا، وتحية تونس. اليوم المرأة غلبت الرجل في تونس ولا؟ بيان سور ديما غلبت، أي مشكل اليوم. محلاه محلاه عيد المرأة، وزادت حلاته لطيفة. إن شاء الله يا ربي تونس في خير، يا ربي علي مقدارها وعلي شانها في البلدان العربية والإفريقية. إن شاء الله كل عام هما حيين بخير وربي ينورهم. كل عام وهي حية بخير. المرأة التونسية أنتم ما تعرفوها معناها في كل المجالات. إن شاء الله كل عام حي بخير، والعيد والمرأة راهي مناضلة وراهي أمنا، وكل واحد عنده يعتز بأمه وبمرته ومناضلة معناها المرأة في المجالات الكل، في الدار مع رجلها. نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله ديما معناها فرحين يا ربي في تونس، وإن شاء الله بلادنا بخير وأمنا وسلاما، وربي تحمي تونس تحمي تونس. قبل كل شيء نقول للمرأة التونسية إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير، وإن شاء الله ديما متفوقة عن النساء الكل، وإن شاء الله ديما في الأعلى المراتب نشوفوك. ونحب نقول للمرأة التونسية ديما قدم القديم، ديما منورتنا في كل بلاصة في كل المجالات. ديما المرأة التونسية تلقاها هي اللي زاهرة هكية، تلقاها ديما فرضة وجودها، سيختو توا في وقتنا توا المرأة ما عادش كيما قبل، بالعكس عندها كلمتها، عندها بلاصتها، عندها مكانتها في أي بلاصة كانت. وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. قلنا إن شاء الله كل عام وهي حي بخير، وأتمنى لها كل خير. اليوم المرأة التونسية ماخذة حقها في تونس؟ نورمالمون واخذة حقها، معناتها فماش حاجة هاك تشوف أنت. المناسبة هذه اللي خلات المرأة تتأكد أن المرأة التونسية واخذة حقها بالكدا بالكدا. الحقيقة الحمد لله، معناها مانيش باش نقولوا احنا مظلومين، المرأة التونسية الحمد لله واخذين حقوقنا، أما مازال المشوار طويل شوية. ما نحكيوش معناها، نحكيو الراجل اللي يعيش بالكدا والمرأة تعيش بالكدا، علاش ليه؟ معناها الراجل ياخذ حقه بالكدا، وتبارك الله معناها في تونس حتى المرأة بدات تاخذ حقها وقاعدة تواصل. إن شاء الله إن شاء الله كل عام مرأة تونسية بخير وتونس بخير، ومحلينا نساء ورجال. إن شاء الله المرأة التونسية ديما بخير، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. وبالنسبة للمرأة التونسية إن شاء الله كل عام وهي حية بخير. والمرأة التونسية معروفة معناها من أجمل النساء العالم. نار يا حبيبي نار. المرأة التونسية نحب نوجه لها كلمة، نحب نقولها نحبك مرأة واعية، ونحبك مرأة قوية، ونحبك ديما إلى الأمام، وعمرك ما ترجع لتالي، على خاطر الحياة هي معناها مبنية على المرأة. المرأة هي نصف المجتمع، احنا توا يلزمنا نقفوا الناس الكل مع بعضنا يد واحدة باش نحاولوا نقدموا بتونس وننقذوها من اللي هي فيه. كل عام وهي حي بخير يا ربي، الام والاخت وكل كل كل كل. اما اكثر واحده نحبها بالحق، اكثر انسان نحبها في حياتي هي خالتي، ربي يفضلها لي يا ربي. المراه شكون هي؟ ما هي امي
ومرتي وبنتي، كلها كل عام وهي حي بخير، وان شاء الله ديما العياد والمناسبات متطوره، وان شاء الله زاد نعملوا عيد للراجل، خاطر المراه الموجود المراه لهنا اليوم بفضل الراجل، هو اللي سايبها هو اللي جابها هو اللي مشي يروح بها، هو اللي استنى فيها البرا زاد باش يروح بها زاد، حتى الراجل ماذا بينا نعملوا ونشرفوا بالمراه التونسيه في تونس وعندها ما تقول في روحها زي. كل عام وهي الف الف خير. كي يعني نحيي روحي ونحيي امي ونحيي اي مراه تونسيه في تونس وفي العالم. اصغر كتاب في تونس. وديما نكتب على المراه ونحب المراه. جمله واحده، كل عام ونحن ناجحات صامدات شامخات، وان شاء الله كل عام ونحن بالف الف الف خير يا ربي. كل عام والمراه التونسيه حره مستقله مناضله دافعه على بلادها وتحب بلادها. نحب نقول لامي نحبك برشا 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 برشا، ونحيي كل مراه تونسيه. حي تونس الكل ونسي تونس الكل والرجال اش تقولهم والرجال نسيهم صلى ربي فضلكم دينا، منهم بابا منهم خويا منهم راجلي. حاب نقول ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير، وان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله بمزيد من النجاح والتالق، ان شاء الله ديما المراه التونسيه فرحتنا في جميع الميادين، سبور سياسه ثقافه كل شيء. الاختتام بك انت، هو شنو تقول للرجل التونسي في عيد المراه؟ ماخذه بالخاطر، فوالا برشا وصعبين وبرشا ماخذه بالخاطر. نقول لها محلاك، نقول لها ربي فضلك وربي قويك في الظروف المعيشية والاقتصادية هذه الصعيبة، كل أم نبوسها على جبينها ونقول لها ربي فضلك، وإن شاء الله ديما دارك عامرة بحسك، وديما ديما صوتك عالي، كل امرأة تونسية تخدم وتعاون في رجلها زادة دار وشارع، سورتو نقول لها انت بالذات راك بطله بطله في الحياه هذيا، وان شاء الله سورتو ديما فرحانه في عيد المراه. قولوا ربي ربي يخليك وتكون ديما سند للمراه، لمرتك والاختك والبنتك ولزميلتك زاده في العمل، وربي يخليك تاج فوق راس كل امراه تحبك بصدق وتكون وفيه ليك، وكما يقول المثل التونسي الله لا ينحي شاشيه على راس وليه.